رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا، وصلنا دلوقتي لفقرة ضربة حرة. كتير جدا بنسمع عن مصطلح الاكتئاب الموسمي او اكتئاب الشتاء بالاخص، يعني انت تبقى كويس وعندك شغف للشغل والحياه طول السنه، بس تيجي في الشتاء والجو برد تحس ان انت منعزل، تحس ان انت حالتك النفسيه مش كويسه، الوقت بقى ممل وانت مش عارف ايه السبب. احنا النهارده هنفهم مع بعض ايه هو الاكتئاب الموسمي، وهل هو مجرد اسم فعلا ولا فعلا في مصطلح علمي اسمه الاكتئاب الموسمي وليه اعراض واسباب، ولو موجود فعلا ازاي نقدر ان احنا نتخلص منه. هنعرف ده كله مع دكتور طارق الياس خبير التنميه البشريه. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي. وعايز اقول لك انا اول كيس اكتئاب موسمي، يعني من اولها كده، من أول واكتئاب عيد ميلاد، يعني انا قبل عيد ميلادي كل سنه. إيه مش عشان كبرت، انا بيفرقليش ان انا اكبر، الهديه ما عجبتهاش. غالبا قبل عيد ميلادي كل سنه لازم انكد على البشريه كلها بدون سبب، مش عارفه ليه. هل في حاجه اسمها اكتئاب موسمي؟ لا خالص. لا يا دكتور. لا، ما انا بس هقول الحكايه. قول بقى، قول لنا. هي القصه كلها ليها علاقه بحاجه اسمها دي طبائع المزاج. والانسان المودي، والمودي مش معناه انه متقلب، انا بس عايز اوضح. اوكي. ففي اربع حاجات هم اللي بيشكلوا الليله دي كلها. في حاجه اسمها الجرأه او النشاط، ادي اتنين، والحزن والخجل. هم الاربع حاجات دول الاساسيين. في حد ميال للحزن بطبعه. صح. لما يدخل عليه الشتاء، الشتاء هو بيشعر بانه حركه الناس بقت قليله. الاضاءه اللي بتدي له احساس الامان بتاعت الشمس احيانا بتغيب. وبالتالي هو حاسس انه هو مش في عزله. بس هو بدا ينشط عنده حته الايه؟ اللي هو الحزن. الحزن. في حد تاني عنده خجل بنسبه عاليه. اللي عنده خجل دائما لما بيدخل عليه الشتاء بيشعر من جواه بحاجه عجيبه جدا، ودي موجوده في الجين بتاعه، انه هو انا مش عايز اتكلم مع حد، انا مش عايز ابذل مجهود، انا عايز اقعد انا تحت اللحاف. محدش يقومني. والطفل اللي عنده خجل بطبعه لما تصحيه الصبح عشان يروح المدرسه يعملها لك مناحه، ويقعد يعيط ويبقى صوته عالي جدا. ليه؟ ويقعد بقى يتضايق، اصلا انا عيان، اصلا انا بطني وجعتني، الحركات اللي انت عارفاها دي. الجرأة والشجاعة. الجرأة بقى ده لا يهمه شتاء ولا صيف ولا خريف ولا ما، يعني عارفة يعني هو فاتح صدره لخلق الله. اللي عنده نشاط بياخد حمام فاتر في عز الشتاء الصبح الساعة 6 الصبح وهو نازل. صحيح. ويبقى طبع بالنسبة له وما بيغيروش. طيب. هل ده معنى إن أنت عندك نشاط ما عندكيش خجل؟ لا، أنت عندك حياء مش خجل. كل الناس مش عارفة الفرق بينهم. الحياء حاجة والخجل قصة تانية. الخجل أحد درجات الخوف، ولكنها الدرجات المبدئية للخوف، لأنها عندها نفس الأعراض اللي هي إيه بقى؟ في واحد لما يجي يخجل بيعمل إيه؟ وشه بيحمر وكفه يعرق كده، وتلاقي نقطتين عرق نازلين من وشه في عز الشتاء. يا نهار أبيض. ده عنده مرض الخجل. ده مرض. ده مرض. ده لابد من علاجه. ادي واحد. اللي عنده بقى حاله دائمه من الحزن اللي احنا بنقول عليه انت مالك كئيب ليه يا ابني كده؟ نكدي طول الوقت. يا ابني اللي انت ولو حد قال نكته او قال دعابه يقوم واخدها على نفسه. يا ساتر يا رب. لا، ويزعل ويتقمص وتبص تلاقيه عنيف. يعني شوف، اصل الحزين ده عنده حاله ايه؟ عنف في الرد. فاكر ان هو كده بيدافع عن نفسه، هو متحفظ مع نفسه لنفسه لاي حد، مش عايز يسمح لحد باي شيء، ومحفز في كل وقت ان حد يغيظه. لا معقوله يا دكتور؟ انا بقول لك في كل جر شكل ده، عامل زي الست اللي بتعيط لما حد بس يعدي من جنبها، يعني من غير ما يبقى في من غير ما يبقى في سبب حقيقي. ايوه ايوه. اللي هو احنا بنقول عليه ايه؟ اصل جمعتها قريبه قوي يا جماعه، معلش. طب ده ايه؟ مش قريبه؟ طلعت جمعتي مش قريبه. بس هنا بقى في فرق حضرتك، انه مساله الحزن هنا ما بقتش طبع بس، ده بقى سلوك جوه. اوكي. يعني ايه بقى؟ يعني كل حاجه يعملها يعملها وهو متاكد من جواه انه مش بيعمل الحاجه اللي هو عايزها. يا نهار ابيض يا دكتور على الكلام. انت من ساعات بتبقي قاعده كده وتلاقي في الكوشه اتنين بيتجوزوا.
وتلاقي واحد قاعد في الكوشة بقى ايه ما بيتحركش من مكانه ما بيضحكش ومتضايق يقول لك معلش معلش اصله متاخد حبتين متاخد ده ايه وهي بقى ايه هايصه مع صاحباتها البنات ايه الفرق بقى ان هي مش واخده بالها انها يظل هذا الطبع ملازم ليه فتره طويله لانه ما تعالجش في اهم سن في حياه الطفل اللي هو من اول عامين لغايه 7 اعوام ال5 سنين دول من اخطر ما يكون في منطقة موجودة عندنا في المخ اسم الألموند والألموند دي معناها لوزة فعندنا هي بالظبط شكل اللوزة موجودة في الحتة دي اللي فوق الايه الودان دي تمام اللوزة دي بقى هي اللي بتحتفظ بأحد الطباع الأربعة أصعب نوعية نقابلها أصعب نوعية اللي عنده نشاط وعنده حزن اللي احنا بنقول عليه انت متقلب المزاج ليه؟ لا هو مش متقلب المزاج. هو نشيط جدا بس بيتحرك في الدايره بتاعته هو وما يخرجش براها. ولما تيجي تقومي قايله له ايه؟ ما تيجي نتعرف على اصحابنا دول، لا روح انت. فانت تقول الله ده انت انطوائي، لا هو مش انطوائي هو حزين. في فرق هنا. لا يوجد ما يسمى بالانطواء، لكن هنا يظل الحزن هو السبب. يا نهار ابيض يا دكتور، ده كلام خطير خطير، يعني كلام محتاج حلقات يعني. انا ده شيء يسعدني فيه. لا والله يعني. طب ايه الفئه العمريه الاكثر عرضه للحاله اللي حضرتك بتتكلم عليها؟ طالما حضرتك بتقول ما فيش اكتئاب موسمي، انه حد يصاب بواحده من الاربعه. انا بطلب من الام انها تاخد بالها من ابنها وهو لسه عنده شهرين. شهرين وهو نايم. عارفه تعرفت ان الطفل بتاعك عنده حزن ازاي؟ وهو نايم اي حد لو قرب له وحتى لو ما صحيهوش بس ايه عمل حركه كده لازم يقعد يعيط. ويعيط بصوت عالي ومن غير سبب واحنا نبقى فاكرينه عيان، هو مش عيان. اوكي. هو ده معناه ان الحزن عمال يتكون عنده. طب تعمل ايه الام وقتها في شهرين؟ لازم تقوم شايلاه وتفضل حضناه لفتره طويله ولازم تقرب ودانه من قلبها. دي اكتر حاجه لازم فعلاً. القلب ودقات قلب الام لازم تبقى واصله له، ده يقلل حاله الحزن اللي عنده. صحيح. والالعاب بقى التقليديه ما تجيبش معاه نتيجه خالص. يعني بقى وتجيب له ايه شخشيخه وتجيب له الحاجه دي، ما حاجات دي خلاص احنا بطلناها. لا كل ده ما يجيبش معاه نتيجه، لكن حاجه واحده بس هو اللي بيحبها، حاجه واحده بس، انها تقعد هي تلعبه بشكل مباشر، يعني تحط ايديها على صدره، تحط ايديها على بطنه، تحط ايديها على دماغه وتعمل الحركه دي. دي من اهم الاشياء اللي بتاثر عليه وتسكته حتى هو بيعيط. لو هيكون عنده خجل ونيجي بقى هنقومه علشان هنبوسه مثلا ولا بتاع، لازم يودي وشه الناحيه الثانيه. يعني اللي هيجي جنب الخد ده هيودي وشه كده. لو هيجي له جنب الخد ده هيودي وشه الناحيه دي. وبيعمل حركه بايده الام لازم تبقى عارفاها. انه اللي عنده خجل بيقوم ضامم ايده الكف ايده كده. ايوه في اطفال فعلا طول عمرهم ومهما يعني بصي هتحاولي تفرديها له كده بيرجع يقوم عاملها كده تاني. أيوة أيوة. وكانها يا ابني افرد ايدك، مش هيفردها. ده معناه دي بقى احدى علامات الخجل الاساسيه. مش الحزن، خجل. اوكي. الطفل اللي هيطلع عنده جرأه تلاقيه فارد الكف كده بايه؟ بايديه وعمال ايه؟ ايديه بتروح وتيجي عاوز يلعب. عايز يحضن حد. ده جريء. وتلاقيه بيضحك وهو لسه مولود. يعني وانت لسه شايلاه ولسه ملامحه بتبان تلاقي فيه ابتسامه. الابتسامه دي بتفضل معاه فتره طويله ايه في الفتره دي. من غير ما حد يلعبه، كانه هو بينده للناس عشان يلعبوه. لو عنده نشاط تلاقيه لا يمكن رجليه تبقى ثابته. يعني الطفل عارفه حضرتك اللي ايه اللي معاه عجله؟ ايوه. اديكي شفتي قد ايه ان الطفل وعنده شهرين احنا بننبه الام تاخد بالها. يعني معنى كلام حضرتك يا دكتور ان الطفل بيتولد بالصفه دي، يعني هو مولود يا اما جيناته نشاط يا اما بالزبط. كل الحاجات دي واحنا بقى بنحاول اننا نعدل بقى ده. بس في سن مبكر. احنا في فرحات رئيس التحرير قال لي اطلب من حضرتك دلوقتي حاجه إيه؟ ان انت تحلل شخصيه انا وامير. يا سلام. يا نهار ابيض. اتفضل يا دكتور. حاجة مهمة. بس اهم جزئيه بقى في عمليه التحليل ان ما يكونش ده جزء من رد الفعل الحالي. يعني ايه بقى؟ هقول لك. لا يمكن تكوني قدام عدسه الكاميرا
ويكون دي الطباع الأساسية. أوكي. انت دايما بتتجملي جزء. طبعا. انت مثلا ممكن تكون نسبة الجوع عندك ازيد من النشاط شوية. يعني انت ممكن لو عندك وجهة نظر هتقوليها. صح. لو في حاجة مش عاجباكي هتقومي هبدها على طول فوق. صح. فرحة اكتر واحد عارف. حضرتك عندك نسبة خجل. خجل دي حقيقة. والنسبة متواجدة بس في نشاط في نفس الوقت. في نشاط. دي بقى أصعب الشخصيات. اللي إيه؟ أنت نشيطة بس الخجل اللي عندك بيعمل إيه؟ بيمنع إبداء الرأي المباشر. يعني أنت ممكن تكوني مجاملة بعض الشيء. حقيقة. فالمجتمع ياخد إيه؟ باله. فيبتدي يضغط عليك عشان تجاملي. يوم ما بتزعلي وتقولي كلمة حق بيبقى الزعل مضاعف للناس. عشان مش واخدين منك على انك تقومي قايلها كده مره واحده. اوكي ماشي تمام. ماشي. ميرسي يا دكتور. ميرسي يا دكتور. ما كانش لازم يعرفوا ان انا جريئه. مثلا يعني انا مثلا استطيع ان انا اعرف لاعب كره القدم وهو داخل على ضربه الجزاء هيجيبها بنسبه كام ويفقدها بنسبه كام؟ لا ده احنا نتفرج على ماتش بكره في ماتش الاهلي مسموح عشان لو انا بكلمك بامان. من دخلته من ايه بتعرف يا دكتور؟ تقدر تعرف تحدد من حركه ايه؟ من حركه جسمه. اللاعب اللي يقف عند الكره اللي هيجيبها جون دي يعني ضربه الجزاء وتلاقيه بيقوم حاطط صوابع رجله وخابطها في الارض قبل ما يخش على الكره كده. يعني مشت رجله يقوم عامله كده ويقوم زي ما يكون بينفضه كده واخد بالك؟ ده عنده نسبه كبيره من الجرأه. ده مهاجم. يعني ايه مهاجم؟ لا يعني مش مكانه الهجوم بس هو 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 هيهاجم الشبكه زي ما بيقولوا. ده نسبته في انه يجيبها فوق 60%. خلاص؟ في لاعب اخر بيفضل واقف عند الكوره كده ومثبت عينيه وده اللي بيعمله دايما علي معلول وميسي الاثنين مشتركين في الحته دي. يقف عند الكوره حضرتك ثابت مكانه ويفضل عينيه على الشبكه يمين وشمال وعنده نظرة ما فيش حد يقدر يغيرها له يعني ما فيش حد ممكن يشتته. صح. لكن بعرف كمان من وضع جسمه لو كان ظهره لقدام ولا ايه للخلف. لو خرج بصدره لقدام كده فبعرف ان ده عنده نسبة من النشاط ولكن فيها جزء من الحزن. هذا اللاعب زي ميسي مثلا نسبة الحزن اللي عنده بتخلي حركته في رجليه وفي ايديه مش واضحة لدرجة ان اللي حواليه يقول لك ماله هو هيجيبها ولا مش هيجيبها. أوكي. لكن هو في الواقع بيجمع التفكير. نسبة الحزن دايما بتخليكي ساكتة وتخلي حركتك مش منعكسة عليك. ده نسبة انه يجيب الكرة دي 50% و50%. طيب يا دكتور احنا قلنا ما فيش حاجة اسمها اكتئاب موسمي بس كل واحد موده الطاغي عليه بيطلع مع تغيير الفصول. ده كلام صحيح. تمام. هنعمل ايه بقى مع تغيير الفصول لان فعلا في ناس بتخش في اكتئاب فعلا. احنا كلنا كان عندنا امل في فكرة يعني كان جوزي امبارح بيكلمني بيقول لي انا مش عارف اعمل ايه انا حزين انا مش عارف. قلت له تغيير فصول. فبنبقى حاطين عليه امل يعني ان ده حاجه طارئه. نعمل ايه وامتى احس ان انا فعلا عندي مشكله ولازم ابتدي احلها؟ اللي عنده اشكاليه في موضوع الشتاء انه لازم يتحرك في الشتاء اكتر ما بيتحرك في الصيف. هو لو شخص بقى ما بيحبش يتحرك كتير وبيفضل العزله ما هو لو فضل العزله لازم المجتمع اللي حواليه يخرجه من عزلته. انما احنا هنقعد نتفرج عليه هنغذي عنده الجانب ده. هيفضل عنده مضاعف مش هيقل. يعني وخدي بالك ده يقلل من قوته في التفكير طبعا. يعني موضوع الاكتئاب هو في الواقع مش اكتئاب. هو حزن الشتاء مش اكتئاب الشتاء. ايوه ده مهم قوي كلمه اكتئاب دي كل وبالذات الشباب الصغيرين بنقعد نقول على طول انا عندي اكتئاب. وده مرض كبير قوي. خلينا طبعاً. نقول للناس الفرق ما بين الحزن التقلب في المزاج والاكتئاب. الاكتئاب فعلا. الحزن هو السائد ان يبقى في حد بيغير اسلوب كلامه. انه يغير عاداته. يعني ايه؟ مش كل الاكل بياكله في الشتاء. لكن بياكل حاجات اكتر في الصيف. اوكي. وده له علاقه كمان بشرب الميه. خدوا بالكم الموضوع ده شديد الاهميه. شرب الميه لترين في اليوم حد ادنى سواء في الصيف او الشتاء. ده بيحسن المود. قالب الشوكولاته. اللي هو الدارك.
ما يتاكلش، يستحلب. ايوه حضرتك تقومي قطع قالب كده وحطاه بقك سايباه وتسيبيه بقى ايه مع نفسه، تبص تلاقي ده بيصلح مودك بنسبه حاجة عاليه جدا. وفي اكلات اسمها اكلات السعاده. الموز، الفسيخ. والله بقى حسب حسب ما انت عايزه. اللي بيبسطك يعني. لكن مدام ده يعني بيبسطك الف هنا وشفا يعني. وبعدين الموز، الفول. الفول ده من اكلات السعاده. عشان كده المصريين دمهم خفيف قوي. انا بحب الفول قوي. ده من أكل السمك بكل انواعه. اوكي. من اكلات السعاده. دي بتحسن المزاج. جدا. وفي اكله زي هي شوربة العدس الدافئة السخنة من غير ما تحطي عليها حاجات كتير، يعني من غير ما نحط عليها العيش والبهار والشعرية والسمنة فدي تحسن لك جدا المزاج. أما المشروبات اللي تسبب لك بقى إيه نوع من التعكير المزاج، إن هو طبعا إنه النسكافيه ده هو من أخطر ما يكون، الحاجات المهدرجة. اشربي قهوه وما تشربيش نسكافيه يا دكتور. انا بص انا بقول كده أصدق. القهوه النسكافيه المصنع اي قهوه سريعه الذوبان ما هو ده اصلا حاجات ايه، دي كلها حاجات مهدرجه صحيح. لكن اشربي بقى الايه القهوه التركي العادي اهو كده. دي من الحاجات. اما بقى اهم حاجه بتعمل لكم حاله سعاده، ابتعدوا عن البؤساء يا دكتور كلما امكنكم. نعمل ايه طيب في الموضوع أول ده؟ اول ما تلاقي حد بائس لو هو مش من اهل البيت وحد من خارجه، ولتكن واحده صاحبتك ما في مره يا شيخه تكلميها الا ما تبصك الاحزان لمده ساعتين وتخليك انت باب انت مش طايقه نفسك اصلا. حاولي تقللي المكالمات دي وتخليها دايما في توقيت مناسب، يعني الكلام البائس ده افضل وقت ليه مثلا من الساعه 1 الظهر للساعه 3 او 4. دكتور هل لكن لا صبح ولا بالليل. هل التعبير عن انه بشكل مباشر وصريح انه لشخص ما سواء من الاصدقاء او من الدائره المقربه انه مثلا اقول الشكوى الدايمه ليا بتاثر عليا، لو سمحتي ما تكلمنيش وتشتكي لي، لو سمحتي ده بيأثر وهكذا. إيه هل ده كده؟ كنت لسه اقول لك هل ده الصح؟ لا مش صح، لكن غيري الموضوع. بمعنى اعملي نفسك مشغوله، اعملي نفسك في جالك اي تليفون. بصي هقول لك على حاجه بس ايه، احنا على الهوا يعني في ناس كتير هتشوف. خبطي بايدك على قطعه خشب كان حد خبط على باب الاوضه. عشان بس ما تزعليش حد. والله يا حبيبتي كنت عايزه اكمل معاكي الكلام، معلش اشوف بس مين بيخبط على باب الاوضه. وتقومي ايه ابعدي شويه، ارتاحي شويه، اقفلي الموبايل لو امكن. والله يا دكتور ايه المانع؟ لكن ما اقولش بشكل مباشر. اوعي يعني هتجرحي اللي قدامك. بس في طرق برضو، هي في طرق برضو ابسط. هو الواحد برضو من كتر ما بيشوف الناس دي في حياته بيتعلم شويه يفصل، يعني يسمع من ودنه ويطلع من ناحيه تانية. او بعمل حاجه بقى تانية لطيفه، يعني لو واحده بتكلمني في مشكله فابتدي اديها الحلول الحقيقيه، اقول لها طب انت كنت عايزه ايه اللي يحصل، يعني كان ايه اللي هيبسطك لو حصل. فابتدي احط دماغها اصلا في حته تانية هي نفسها. اللي انت بتعمليه ده جميل، بس اللوزه اللي انا لسه كنت بشرح لك مكانها هتخزن. صح. واول ما هتخزن للاسف مش هيطلع ده مع صاحبتك، هيطلع مع حد تاني. صح. حد قريب قوي. صح. اوكي. زمان قد يكون الزوج يعني، قد يكون الابن. الدكتور بيقول للاسف دي الحقيقه. وساعتها تلاقي نفسك منفعله وعايزه تطلعي كل اللي جواكي. بس بقى شطاره اللي لقاكي منفعله كده لازم يعمل حاجه مهمه قوي. ايه بقى؟ كان حد قريب قوي يعني. انه ياخدك في حضنه. في الحاله اللي زي دي هتهدي. لانه هو انت نفسك هتقولي هو انا كنت بعمل كده ليه؟ صحيح. انما لو رد عليك بنفس الانفعال احنا دخلنا في دايره ما بتنتهيش. ماذا لو هم الدايره القريبه؟ الزوج، الام، الزوج، الام، الابن، الاخوات، الحزن ده والنكد. اما الابناء ما بياخدوش غضبك على انك انت بتفضفضي، انك زعلانه منه. فدي تعمل مشكله كبيره. نحاول نقلل. يعني عايز اقول لكم على حاجه، اصل ما فيش حاجه تستاهل قوي. مظبوط. وياما اتعاملت حلو مع الناس ونسيوا مع اول موقف ما كانش كويس. يا دكتور احنا ساعات بنعمل حاجات حلوه في حياتنا كتير لا يتذكرها كل الناس، ومع اول خطا الدنيا كلها بتتقلب. فعلشان كده انا كل اللي انا عايزكم تقعدوا تعملوا حاجه واحده بس، خليكم على طبيعتكم. ودايما انا بقول الجمله دي، فلتكن وكما انت زي ما الناس عايزاك. طبعا طبعا بلاش نمثل كتير، لان احنا ساعات بنودي الناس على حساب نفسنا.
والله يا دكتور كلام انا عايزه حاجه تخليني ما اعيطش. انت دمعي ليه يا بنتي؟ انا عايزه حاجه تخليني ما اعيطش. طب الحقيقه انا اسف، حقك على لا انا اللي اسفه، انا بعيط دايما بدون سبب. وحساسيه الانسان دي حاجه كويسه على فكره. بيقول لك احنا بنعرف ادميه البني ادم من نقاط ضعفه، وكل ما يكون عنده نقطه ضعف هو تزداد انسانيته. انما الشخص اللي بيبقى ايه، مفيش حاجه بتهمه ولا في حاجه فايقه معاه، ما اعتقدش ان ده بيبقى مهم في حياه الناس. صح يا دكتور. طيب انا يعني عايزه اسال حضرتك سؤال، دايما بيقال ان الست دي كويسه. انا يعني قلت لك على الحل بقى في الحاله اللي زي دي. كملي. اقوم احضنها؟ لا هعيط. انا بعيط بسرعه اكتر لو حد حضني. يقال فعلا؟ ان الست اكتر اكتئابا، بتتعرض للاكتئاب اكتر، حساسيتهم زياده اكتر. بس في حاجه بقى دكتور، انا يعني ابتديت، يعني انا مش صغيره برضو، انا يعني عندي ولاد وكده ومريت بكتير يعني في حياتي. عشان كده بقول انا لو دايما انا اكتشفت ان البعد عن الناس شيء حلو قوي. شوفي، احنا كده بنغذي حاجتين. احنا بنغذي اتجاه الخجل والحزن في كلمه الابتعاد. انما انا اكتشفت في حياتي ومن خبراتي ان المواجهه اهم شيء في الدنيا، اننا بنواجه الحلو والوحش. اننا لازم نشوف الناس ولازم نتكلم. احنا وجودنا في الحياه كمان مهم، وبالتالي سيبك من رد الفعل مع الناس، احنا بنحسب رد فعلهم مش فعلنا احنا. ايه الفرق بين حضرتك الاخلاق والسلوك؟ الاخلاق هو فعلك، هو الخطوه اللي انت بتاخديها حضرتك. السلوك هو رد فعلك على الاخلاق. فهمت. يعني اللي بيزعق وانا ما زعقتش قدامه، انا السلوك بتاعي مش موازي لاخلاقه. صحيح. هو اخلاقه مش حلوه، لكن انا السلوك عندي افضل. لكن مفيش مانع يبقى في استراحه محارب. مهمه. يعني ايه بقى؟ ايه؟ يومين ثلاثه اجازه. الاجازه جوه البيت ما تتحسبش. ولا ليها قيمه. ايوه. اخرجي بره البيت. روحي في اي مكان، اقنعي الزوج، اقنعي العيله، يلا بينا ناخد اوضه في اي فندق جوه مصر، مش لازم نسافر، في القاهره. نطلع بس على المدن الجديده، نبعد شويه عن الزحمه. صحيح. مظبوط. نقعد ليله. ليله واحده. اقفلي فيها موبايلك، اسمعي كلامي، دي احسن حاجه. مظبوط. وابعدي عن كل حاجه زي ما انت قلتي، بس خلي في دايره صغيره حواليك. اوعي تبعدي لوحدك. ليه بقى يا دكتور؟ لو قعدت لوحدك يوم، العقل مدرب انه يشغل السجل بتاعك كله. أوف. فيجيب لك السلبي قبل الايجابي. لانك قاعده لوحدك. فتبتدي بقى ايه، افكار كتيره تتضارب جواكي. طب وليه؟ اشغلي نفسك بحد يكون حميم. انتوا عارفين مين هو العدو والحميم؟ الكلمتين دول ما يركبوش على بعض. عدو وحميم. هو اللي حبك قوي لدرجة ان ما بقاش بيسيطر على حبه. اوكي. فبدأ يحكم من نظرته هو في كل مواقفك. يعني دي ما بقتش غيرة بقى، هي بقت حالة من حالات السيطرة على كل حاجة فيكي. ودي مسألة بتبقى ما هي الصحيحة، ده اسمه العدو الحميم. دي عايزة لها حلقة. دي عايزة لها حلقة. العدو الحميم ده اللي ممكن يبقى أم وأب وصديق. والزوج والزوج. مظبوط. بالظبط. احنا يعني كل حلقة إن شاء الله. يا والنبي يا دكتور ما تعيطش. أنا مش هعيطك تاني آخر مرة، أنا آسف. احنا هنروح أسرع عند الدكتور وتجي لنا بقى إن شاء الله. حلقة تانية، احنا للأسف خلصت وقت حلقتنا النهاردة. احنا كمان والله يا دكتور. بنشكركم جدا. خلصت حلقتنا النهارده، وبنشكر الدكتور اللي نورنا، وان شاء الله يبقى معانا في حلقات تانيه كتير. بكره مش طالعين علشان مباراه الاهلي وسموحه في كاس مصر. ان شاء الله يا رب نكسب، ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله نيجي في حلقه يوم الاربعاء ونحتفل مع بعض بالفوز ان شاء الله. باي باي.